أصدقاء المغدور في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا وهو حسين العمري، أصدقاؤه يتكلمون عن طريقة دفاعه واستماتته لحماية المصلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أنور الصالح، صديق حسين العمري اللي توفى في الهجوم الإرهابي على مسجد كرايستشيرش يوم الجمعة. حسين واحد من أعز أصدقائنا، أخويا طبعا، أخويا واحد من أول الناس اللي عرفت في كرايستشيرش، كلنا مفتقدينه. حسين لما صار الهجوم، واحد من أصدقائنا التانيين وإخواننا كان جوا المسجد طول الوقت وشاف كل شيء صار. قال لنا لما دخل الإرهابي على المسجد كل الناس قامت هربت إلا حسين أخونا قام وقف وحكى له، قال صيح عليه، قال اطلع من المسجد، وركض عليه وحاول حاول يحمي المسلمين واستشهد هو يحمي المسلمين في المسجد صلاة الجمعة في يوم الجمعة. فالحمد لله شرفنا، يعني شرف بطل، هي زهرين هيرو، بطل وشهيد يعني، وأحسن شهيد إن شاء الله كان طبعاً. من كل الناس اللي استشهدوا في المسجد أحسن شهيد هو أخونا حسين، رفع راسنا وشرفنا وشرف كل الجالية وكل المسلمين في كرايستشيرش. الله يرحمه ويتقبله من شهدائه ويتقبله في أعلى جنانه إن شاء الله. إن شاء الله.